مشاهدينا الكرام، على الحب والمودة نلتقي وياكم عبر شاشة قناة التغيير في برنامج جولة مراسل. اليوم جولتنا خاصة بالعمل اليدوي اللي يقومون به أهالي محافظة كربلاء فيما يخص الأدوات الخاصة بالزراعة. أمثال هذا الموضوع هو سكينة التكريب وأيضا البادورة وإلى ما شابه من هذه الأدوات، راح نتناولها اليوم من خلال جولة مراسل. من خلال هذا المعمل البسيط راح يكون انتاج لهذه العدد الهامه في الزراعه داخل محافظه كربلاء، وايضا راح نسلط الضوء على مشاكلهم اللي يعانوها من خلال هذه المهنه. تابعونا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا وسهلا بكم. هذا المكان يعني لاحظنا أنه تصنعون هذه الأدوات الخاصة بالزراعة وتفاصيلها. نبدأ من بداية هذا المعمل، نشأته هذه المهنة توارثتوها عن الآباء والأجداد أم مهنة؟ عن الآباء والأجداد هاي المهنة. قديم كلش تقريبا، يعني ابوي عمره تقريبا 10 سنوات ويشتغل بها ولحد الان. وتوفى تقريبا صار له 3 اشهر واحنا وياه من احنا صغار ولحد هاي الساعه. زين شنو تصنعون انتم بهذا المكان؟ شيء مال زراعه احنا نسوي. سكينه مال نخل، بادوره، منجل هذا الكبير البصراوي، هذا هي مال نخل مال شلاع مال تال، كل شيء نسويه. خزمه مال تفليش، فوس مال بنايه، قطاعات مال خشب، اي شيء احنا نسويه. نجينا هنا نسويه. معاول دن مال قبور مال دفانه هم احنا نسويه. زين نرجع يعني هذه المهنه اليدويه اللي تسووها انتم حاليا بالعراق، نقدر نقول انتاج محلي. صحيح. اثرت عليكم الانتاج اللي يجي مستورد؟ والله هو اثر علينا، مو ما اثر، بس المنتج العراقي احسن من المستورد بهواي، والعالم كلهم الفلاحي هواي يرغبوا ازيد من ذاك المستورد، لان مو مثل الصناعه العراقيه. زين اقبال الناس على هذا الموضوع انه من ناحيه المستورد عاده ما يكون ارخص. ارخص منه. صحيح. ارخص. اي صحيح، ارخص بهواي، بس كعالم ما ترغب ازيد شيء يستعمل له هذا مالتنا الصناعه العراقيه. يعني مو مجربين انه هو مو كفو انه يقدر يكمل وياهم العمل مثلا؟ لا، هذا مالتنا احسن ويكمل هواي. والله العظيم. تطون به ضمان العمل مالتكم؟ اكو حاجات نطي بها ضمان، وكل ما نطي بها ضمان. مشاكل تمر عندكم هنا من ناحيه الغاز او النفط، شنو تستخدمون؟ لا ما عندنا اي مشاكل، عندنا نفط وقع الغاز، نحمل برمز ونستعمل النفط. النفط اكو تخصيصات لكم من قبل الحكومه لو تشتروا من السوق السوداء؟ لا نشتري سوق سوداء. نشتري. واجهتكم مشاكل بالغلاء؟ لا ما عندنا شيء، لانه هو شيء قليل احنا نصرف من عده ويكفينا. تمام. زين عاده مثل هذه سكينه التكريب صح؟ ايش بيها يعني؟ ايش قد تاخذ من عندك وقت حتى تكمل تنجز؟ تقريبا هيك ربع ساعة. ربع ساعة كاملة؟ ربع ساعة. هي والخشبة هذه هاي خشبة تجي جاهزة؟ هي جاهزة بها، وإذا انكسرت الخشبة مالتها عندنا هاي تبديل مالتها. ثاني يجين جاهزات. جاهزات؟ إي جاهزات، نثقب عليها ونسويها. واحد يريد طويلة هاي اكو نخل عالي، هذا انها أطول مهن بشوية. نستعمل النخل العالي؟ إي يطول مالتها سكينة لهنا حتى يلوح العتق مال النخلة. إي كرب. يعني ايش قد يصير المسافة؟ اكو عندنا نموذج نقدر نشوفه؟ طويلة ها. يعني هذا الفرق ما بين اي فرق. اي هاي صغيرة وواضح هاي طول مالتها. واكو بعد يصعدوها لنا حتى تصير اطول. تمام. خلينا نتابع عملكم حتى نشوف شو الفرق. عادة هذه سكينة التكريب المراحل اللي تقومون بها حتى تنجز؟ هو طبعا حديد هذا ورق مال السيارة نقصه ونسوي سكينة.
ويلوي بمبرد، بس المبرد كله صيني، ما نسوي فيها استيراد، شغله مو زين مو قوي بالعمل. بس هسه احسن شيء هو الورق مال السياره. تمام. اي بس هذه انا عرفت انه هي هذه تجي جاهزه الخشبه. اي صحيح. هذا اللي يلتف حول الخشبه شنو؟ هذا طاق هو مال هسه نسوي حلقه. هذا صناعه يدويه لولا؟ لا لا هم استيراد، واحنا بيهم نسوي صناعه يدويه. يعني انت بس هذا تشتغلوه؟ اي هذه قد نشتريها من الحله نجيبهن. معامل يعني خاصه بي؟ اي بالحله موجودين نجيبهم من الحله. يعني انت من قصده الاستيراد؟ استيراد من محافظه ثانيه. مثل هذا الحين هذا استيراد. يعني هذا مو عملكم؟ لا لا هذا استيراد هذا. اكو انت مسويه هنا؟ اي موجود. اي هذا مالتنا. يعني هذا استيراد ب 15000. هذا ايش قد وزنه؟ يطلع به 10 كيلوات تقريبا. هذا اللي انت مسويه؟ اي هذا مال السيارات هذا. هذا راس مال السيارة نعدله ونسوي. وهذا؟ هذا استيراد. اي والله بس اسمح لي هذا هسه هذا بس خليني اشوف الوزن. يعني الوزن له دور. هذا قياسا بهذا يعني. اي بس القوة يختلف. اي يعني هسه هذا ما يشتغل، حديده مو زين استيراد. يعني هذا سعره 15000. هذا سعره 60000. لاحظوا السعر مشاهدينا انه السعر له دور. يعني هذا الاستيراد سعره 15000 دينار، هو حتى بالوزن يفرق. لا حديده مو زين مو قوي. هذا السعر مالته 60000 دينار. 60000 حتى بالشغل يعني سايه. فرق هوايه. زين الاستيراد هو مسبب لكم مشكله؟ طبعا مشكله. زين من ناحيه انه المواد توصلكم ارخص له، من ناحيه انه للمواطن باعتبار انه يستخدم سلعه ما فيها فائده. عمل رخيص ويعني شغله مو عمليه. شغله مو عمليه، يعني شغله مو هاي مو عمليه. انا هذا ايضا لاحظته، هذا اكو بيه استعمال. هذا صناعتكم لو استيراد؟ هذا لا صناعتنا، هاي مال كفانه مال الكور هذا. مال من؟ مال حفاره مال بور. اي هذا صناعتنا هذا. هذا صناعتك؟ اي. هذه منين محصل هي الحديد؟ هذا حديد شبت ولاد قوي. يعني مو ايضا هذا نفسه؟ اكو احد جانبيها؟ جانبيها احجان. هذا الفوق كبير هذا صغير. كلنا نحجان، هذا كبير ذني. هذا اكبر. هذا اكبر. ايضا هذا بمستورد؟ انا بي مستورد ايراني. يعني المستورد خلت كل شيء حاليا. والله الايراني ما مرغوب. المستورد الوقت اللي حسيت انه هو ينافسكم بالعمل يعني من يا سنه؟ والله هي من وراء السقوط. من وراء السقوط بدا عملكم تدريجيا يهبط. من وراء السيراج. حاجه يعني مو عمليه بس رخيصه الناس تاخذها، هاي مو الرخص. استهلك يعني ياخذها ما يستفاد من عدها. يعني مثل حاجه عراقيه. هذا شكرا لكم. حبيب قلبي اهلا وسهلا. هذا مشاهدينا طبعا مثل ما لاحظتوا انه الفرق الشاسع اللي بين المواد المستورده وبين المواد اللي مصنعه عمليا بداخل هذا المكان او بعموم المحافظات العراقيه. لهذا انه دائما يوجهون ب عدم السماح بالمستورد بدخول للمحافظات العراقية للسماح لهؤلاء اللي يعملون بهذه المهن ما يتوقف عملهم ويحافظون على استمرارية هذه المهنة. راح نترك لكم بعض من المشاهد من خلال عملهم، تابعونا. مال صابر. ايش قد ياخذ منك وقت
حتى تنجزه؟ والله ساعتين، ساعة ونص، ساعتين. زين. لأن مشاكل الكهرباء والمي والنفط. شنو المشاكل؟ والله نفط ماكو، كهرباء ماكو. زين. أي والله. زين شنو صنع هنا عدا هذا ال؟ شنو مال تقريب؟ شنو تقريب؟ الآن هو يعني قيد العمل. جهاد هسه حاليا بدك تسوي لها؟ تعال حتى شنو مال تقريب؟ مال نقل. جابوه من الصين ب 5000. بس لا تشتغل، هاي تشتغل. هاي بولاد ورقه مال سبرينج، مال سياره. تشتغل. يعني نرجع وناكد انه موضوع الصناعه اللي يقومون بها بهذا هذه الاماكن انه هي اقوى من المستورد اللي موجود حاليا بالسوق. بصراحه يعني لمست من خلال كلامهم انه هم يعانون من هذا الموضوع، موضوع المستورد يسبب مشاكل بالبيع وايضا اقبال الناس باعتبار انه هو رخيص. لكن هذه الاعمال اللي يقومون بها الان هي طويله الامد اكثر من المستورد. حجي المستورد، الصناعة المستوردة، المستورد مثل هذا، مثل هذا بخمسة آلاف ضربة واحدة ينكسر ما يفيد، وهذا نبيعه بخمسة وعشرين. أنا تعب عليه ورقة مال سبرينج لا يعطل ولا يتكسر ولا هاي ولا يعمى. مردو العراق دولة. إذن مشاهدينا الكرام إنه هذا الموضوع اللي سلطنا عليه الضوء اليوم في محافظة كربلاء وبالتحديد بشارع ابن الحمزة، هذا المكان اللي اشتركوا به العديد من ذوي الصناعات اليدوية اللي يعملون من أجل لقمة العيش بهذا المكان. معاناتهم اللي يعانوها هي الكهرباء والنفط والأماكن الخاصة بالعمل، كون هذه هي تابعة لملاك، وأيضا البعض منهم يحاولون أنهم يعني يشغلون هذه الأماكن بأمور أخرى. لكن هذه الصناعات هي من الواجب دعمها من قبل الحكومة العراقية لتستمر، خصوصا وهي ذات إنتاج قوي ويتحمل ظروف العمل من ناحية إن كان ظرف زراعي أو أعمال بناء أو إلى ما شابه هذه الأمور، الصناعات اللي تحتاجها هذه المعامل. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي جولة مراسل لهذا اليوم، وإن شاء الله راح نوافيكم بحلقات أخرى. إلى ذلك الوقت كونوا بخير، مع السلامة.